مشاهدين الأعزاء، ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت. نكشف لكم اللحظات الأولى من الانفجار الذي وقع داخل مستودع يضم متفجرات داخل إحدى الضواحي بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث هز هذا الانفجار وفق ما أوردته عدد من وسائل الإعلام العربية شوارع المنطقة، مما سبب في إصابات وأضرار مادية كبيرة في الانفجار الذي حدث منذ دقائق قليلة وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وفي وقت سابق أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد حريري أن لبنان يمر في الوقت الحالي بأسوأ وضع اقتصادي في تاريخه، وأن هناك محاولات إلى نظام آخر والعمل على تأميم البلد وتحويل وجهته بحيث يصبح لبنان شبيها بالاقتصاد الإيراني. أما بخصوص الانفجار، فالمعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناتج عن حادث داخل مستودع يضم مفرقعات في مرفأ بيروت. وكما ذكرنا بأن الإصابات حتى الآن معظمها خسائر مادية كبيرة، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن الضحايا أو الخسائر البشرية، وندعو الله يعني السلامة لكل أهلينا في لبنان، وأن تمر هذه الأزمة على خير، سواء الانفجار أو الأزمة الاقتصادية التي يعانيها اللبنانيين في الوقت الحالي. تابعونا ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب به والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك منا كل جديد.